يكفي صعب. انت شربت اكثر من اللازم. تروك تروك رح اشرب ورح ضل اشرب لحد ما تحكي معي ألمة وترد على التليفون وعلى اتصالاتي. اتصلت 50 مرة، لو بدها ترد كانت ردت، ما بدها تحكي معك. رح تحكي. انت ما بتعرفها، ما بتعرف شو عم تعمل. هلا شوف، هي اول مرة بتطلع مع حدا، مفهوم؟ بس ما عم تعرف حالها شو عم تعمل. هي بتحبني، رح ترجع لي، بتشوف. لا تخدع حالك صعب، حاول تنسى احسن لك. ما رح انسى، هاي العلاقة ما رح تنتهي، ما بصير. اذا ما رجعت لي انا بعرف كيف رجع. يعني كل هالتحضيرات والزينة راحوا على الفاضي. يعني مو كتير على الفاضي. يا بدر اللي استفاد منها. سكوت يا جماعة، ألمة عم تتصل. نعم يا معجزتي. نور أنا ما بقدر أجي. ليش؟ لا تكوني وقعتي بشي فخ. لك لا، بس لما عرفت أمي إنه بدر فوق منعتني من الطلعة. لك شو هالحظ. طيب ماشي، يلا باي باي. باي باي. يا جماعة ألمة ما بتحسن تجي. التليفون يرن من عند الصباح، حدا يرد. ملك، قلت لك ردي. إذا ما بدكم تردوا على التليفون ليش تدفعوا عليه كل هالمصاري؟ لطق لطق وقف. الو الو، ايه ست كهرمان، هي انتي؟ انا امل خالي. تفضلي يا حبيبتي. امبارح حكيت انا والست ملك، قال بدها تجي الظهر. انا طالعه في عندي شغل. بلا ما تستعجل، ممكن حضرتك تقولي لها؟ ايه بلا بلا، مع السلامه. امي انا طالعه رح اتاخر. وقفي وقفي لا تتلبكي. اتصلت الست امل، قال لا تستعجلي، هي كمان رح تتأخر. شو هالحكي؟ قلتي إنه عندك شغل، شو هو؟ بدي روح عالسوق شوي منشان جيبوني للبيت وهيك شي. منيح، استني دقيقتين لروح أنا معك كمان. لا أمي، أنت شو اللي جابرك لحتى تطلعي عالشارع بهالشوب هذا؟ لا يوم يرتفع ضغطك لا سمح الله. قولي لي شو اللي بدك إياه وأنا رح جيب لك إياه. لا بدي روح. أمي ماشي، أنا هلأ بروح والمسويات بطالك مشوار حلو. منيح لكان، تاخديني لما بتكون المحلات مسكرة. طول عمري بروح على السوق وبجيب الخبز والخضرة والفواكه قبل ما تحمى الشمس علي، وبنقيها بإيدي. إيه أمي أنا عم بحكي هيك من شانك، عم تحكي وكأني ما بعرف نقي الخضرة والفواكه تازة يعني. تصطفلي. خالتي وعدتيني نحكي، ليش عم تهربي مني وانتي ما سمعتي مني الكلمتين اللي بدي اقوله؟ خلصنا محلالك، طلعتي لي روحي انتي من غير شي طالع خلقي. خلص بعدين بنحكي. امبارح هيك قلتي لي. طيب شوفي 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 خالتي. انا فوزي. اذا بدك تفتحي لي سيرة هذا الرزيل لا بلاها احسن لك. نور لسه ما فائت. أنا جاي أحكي معك أسيل. بدنا نحكي؟ أنا وإنتي؟ حول شو؟
عن استاذ اركان. مزبوط، هذا هو الموضوع الوحيد اللي بيننا. بس هلا لا انتي ولا اركان بتهموني. اسيل طلعي فيني ألمة، لازم تحكي عن مشاعرك من ناحيه اركان لبدر مو لإلي. ليله الخطبه سالتيني ليش ما اجى اركان على العرض، ما بتتذكري؟ ما قدرت احكي معه لانه كان هو وقيلول عم يتباوسوا، والحبيبه اللي حكيت لك عنها امبارح الحقيقه هي. هنن على طول مع بعض بالمعهد وقريبين كتير. بالاول انا كمان ما صدقت، بس بعدين طلعت على ثانويه المعهد وعرفت انهم كانوا يحبوا بعض وهنن طلاب، وقلت لحالي انك لازم تعرفي. ما لقيتي كذبه تانيه تعكري لي مزاجي فيها؟ بالاول حطيتي عينك على حبيبي، وهلا عم تحاولي تاخدي مني اقرب صديقه لإلي؟ بس يا اسيل انا ما عم كذب عليكي. انا بعرف ليش انتي عم تعملي هيك، مفكره لما بسمع هالشي رح روح حاسب اركان، ما هيك؟ ورح تتأزم علاقتنا اكثر، وبهالطريقه هي بصير اركان الك بس. انا لسه ما شفت وحده انانيه اكثر منك ألمة. انتي عن جد وحده لئيمه وغيوره. اسيل انا اركان ما بيهمني بنوب، وانا ما بيهون علي يستغبوكي ويلعبوا فيكي. بعدين فكري باللي بدك اياه على كيفك. صباح الخير حبيبتي. صباح النور. حبيبتي في ايه؟ حاجتك نوم؟ بعرف ما شبعتي نوم، بس طلعت الشمس. شو صار؟ من شو ما شبعنا؟ او شو اللي شبعنا منه وانا مالي خبر فيه؟ شو بك لساتك سكرانه؟ وقف وقف، خلينا نعيد من الاول. انت الليله نمت هون يعني؟ مو معقول، لو بعرفك مشتاقت لك هالقد ما بتركك. أنا اللي عم أحكي عنه حفلة عيد الميلاد اللي ما تكملت. وأنا عم أقول شو عم بصير يا لما هيك حكيت، قلت معناتها صاير شي شغلة بتزعل كتير. إيه وين أسيل؟ هلا طلعت، بس ما بعرف ليش كانت معصبة، حتى صباح الخير ما قالت لي. العمى العمى، شو مناسبته هذا؟ مشانك. عن جد عم تحكي؟ مشان تعبي بطونك انت، روحي وحياتي. ريتو صحة وهنا، انا نازل اعمل دوش. ماشي يا ربي دخيلك، لكن نسيت انه اليوم بدي التقي بامي. ترينا بازاليا كتير، خلينا نمونها من نظفها ومنحطها بالبراد وهيك بتكون جاهزة للشتاء. ماشي. لو نشتري ورق عنب كمان. انتي شو عم تعملي يا بنت؟ ليش هيك عم تهزي راسك بنص الشارع مثل المجانين؟ اي رقبتي، يمكن مو مرتاحة بالنومي، رقبتي يبساني. هذا اللي كان ناقص. عنتي الا بدك تيجي معي على السوق. شوفي حالتك امي، صرتي عم تصبي عرق. ايه ما عجبك فطوري؟ انت ما رحت على الشغل؟ استنيتك. ليش ما قلت انك بدك تستنى؟ كنا اكلنا سوا. لا أنا فكيت لغزك، تستتقل الشغلات الجاهزة وما بتحبي العلاقة القريبة كتير، وبتخلص بطاريتك وبصير بدك شحن، لهيك ما رح أضغط عليك كتير. حلال عليك والله، أنا تعبت كتير معك ولساتني لهلأ ما فكيت لغزك، أنت اللي فزت علي. نور؟ وين تكويننا؟ كنت بدي أسألك مبارح بس ما حبيت ضايقك. أعطيته لأبي. ليش؟ لأنه
أسيل نقت علي كتير مشان ليلة وحدة. تعرف ملكة التلج عندها حساسية كبيرة، لهيك ما حبيت اتزعل معه ورحت عطيته لأبي. أصلا بيتنا كبير ومريح، بيسرح فيه على كيفه. ما اشتقتي له؟ دخيلك يا حبيبي. طيب ليش ذكرتني فيه؟ طبعا من هلأ عم بشتاق له كتير، وحتى عم شوفه بمنامي. لما بيصير عنا بيتنا الخاص بنقدر نجيبه لعنا. بس إذا بدنا نمشي هيك بدنا نتأخر على الشغل. أنا اليوم بدي ألتقي بأمي، تعال روح معي. أنت متأكدة؟ يعني ما بتحبوا تضلوا لوحدكم؟ لا يا، أصلاً كنت رح أعمل مفاجأة لأمي وأحكي لها عنك، وهيك بتتعرفوا على بعضكم. ماشي. شوفي بدر، ممكن علاقتنا تضل سر بيني وبينك؟ عم فكر بصعب، حاسه انه رح تسوء حالته. يعني ما عم بقدر اشرح لحدا عن علاقتنا، وما بدي الناس يفهموني غلط. ايه مثل ما بدك. شو صار يعني؟ لوين رايح؟ رح يبلش الدرس. موفقة. شكرا. مبسوطة هلا إن شاء الله؟ شو في ماهر؟ قولي لحالك شو في. شفتك مع بدر بالحديقة، وكان صعب على الشاطئ كمان. لما شافكن ماسكين ايدين بعضكن وقع بنوبة عصبية. لا تقولها يا. طب قال شي؟ عم قلك الشاب نهار، شو بده يقول يعني؟ صعب حبك من كل قلبه. يا ريتك ما تصرفتي بهالسرعة. الحقيقة أنا وبدر دائما. ماشي أنا مالي علاقة ألمة. إذا بدك تقولي شي روحي قولي لصعب، بسببك انقلبت حياته كلها. طيب وينه هو هلأ؟ بيكون راح على بيته. شوفي يا أنسي، أنتي مو طالبة هون ولا أستاذة، ممنوع أعطيك إياه وممنوع فرجيك إياه. بعرف، بس هذا الموضوع حقيقة كتير مهم. شوفيها هون على جنب خمس دقائق ورجعي لي إياها. شكرا كتير لإلك. بس ما أكلت شيء أبدا. لا تكون مسدودة قابليتك. لا، بس سعيد حضر لي فطور الصبح أمي. ولأني نسيت إنه رح نلتقي أكلت كتير وشبعت حالي، لا تواخذيني ماما. مو مشكلة، أنا تعودت على طبعك. إيه حكي لي لشوف شو الأخبار اللي رح تأثر على حياتنا. هذا سعيد أمي حبيبي. في أحسن من هيك خبر؟ هالشي عرفته وفرحت لك، بس حسيت في توتر بصوتك على التليفون، حسستيني إنه في كارثة، يعني ما كان باين عليكي إنه الخبر كتير حلو. لا يا، من وين الكارثة؟ ها؟ نحن قررنا نتجوز. يا إلهي يا نور، أنتوا لساتكن ولاد بنتي، بعدين بهذا العمر ما بصير تفكروا بالزواج، بس إذا فكرتوا فيه عن قريب بتتراجعوا عنه. بعدين أنت ما بتتجوزي بحياتك، أنت رح تروحي على نفس البيت كل يوم وتعملي أكل وتتحملي مسؤولية إنسان، ما بتنجحي. هي مو شغلة عدم إمكانيات أمي، شغلة خيال. إيه لنقوم نحنا بقى، عنا شغل بتعرفي ومسؤولية تصرف على البيت. لك لسه هلأ اجيتي بنتي؟ بعدين في حديث بدي أحكي معك. راحت للمرة الجاية. يلا بخاطرك. بخاطرك.
معلقة امتى بدك تحكي مع اهلك؟ انا هي اللقاءات ما بتعبي لي راسي، بدي اياك تصيري مرتي وبس. لازم اطلع لفوق فورا فوزي، والا امي بتكسر لي عظامي. بس بعدك حبيبي، رح احكي مع الخالي ملك بالموضوع وحل المشكله، اذا لازم برمي حالي على النار مشان حبي. انا عم بستنى منك البشاره معلقة. غسيل، اهلا وسهلا. شو رايك حضرتك تجدد ذاكرتك؟ تعرف اني صدقتك، صدقت قصص العواطف اللي كنت تحكي لي اياها طول الليل، حب الانسانيه بقلبك، وصدقت كل كلمة أنت قلتها. لك بعمري ما حسيت حالي غبية كل هالقد. أسيل لحظة، أنا ممكن تقلي أنت شو بتختلف عن مجرم أو حرامي أو شو بيعرفني أنت شو بتختلف عن محتال سافل؟ أنت قتلت الحب اللي جواتي، سرقت أحلامي وإيماني، أنت خدعتني أركان، ما عاد لك أي قيمة أو احترام عندي. لا تهتم لك منارتي، هيك عيلتي. يمكن تلاقي أمي طبيعية أكثر من أبي بألف مرة، بس اثنيناتهم غريبين. يعني هي ما كانت عم تتمسخر عليك انت، كانت عم تتمسخر علي انا. انا مو مهتم حياتي، بس بدي اياكي ما تزعلي منها. احيانا الامهات والاباء ما بيعرفوا اولادهم. معك حق. شو لك شغل هون؟ اجيت مشان احكي معك، بدي اقول لك شغله. صعب. خليني احكي معك. شوف، انا بقدرك كثير وما بدي اياك تفهمني غلط. صعب شربان كل هدول من عالصبح؟ لما شفت هذا ماسك ايدك جنيت. شو مستني مني اعمل، بضحك وبمزح يعني؟ انا اسفه صعب، ما كان بدي اياك تعرف. شو اللي بدي اعرفه الما؟ ها شو كيف ضحكتي علي؟ ها كيف استهبلتيني الما؟ صعب القصه مو هيك، خليني اشرح لك. أنا لما كنت معك ما صار بيني وبين بدر أي شيء أبداً، الحقيقة أنا وبدر. ليش عملتي هيك ألما؟ إذا كنتي بتحبي ليش إجيتي لقيتي علي؟ شو أنا لعبة عندك؟ بعرف إنها هيك مبينة، بس اسمح لي أشرح لك الوضع. شو بدك تشرحي لي آه؟ أنا ما كنت أحسن ألمسك. بدك تشرحي لي شو كنتي عم تعملي معه ما؟ صعب لا تخبص، انت منتبه شو عم تحكي؟ انا ما عم خبص الما، انت مثلتي علي دور البريئة. صعب صعب شو دور؟ انا مو وقتك اللي تلعبي، ما بدك يا حقيرة. لا تقرب مني.
صعب الله يخليك تتركني لو سمحت. لوين بدك تروحي وتتركيني؟ رجاك صعب. كل شيء ممكن يصير حلو. بوعدك كل شيء ممكن يرجع حلو. ما حدا ممكن يحبك قد ما بحبك. اتركي لهذاك الحيوان. صعب شوف حالتك كيف بنحكي بعد شوي. انا كثير خايفه منك صعب. بترجاك بعد اتركني. وقفي وقفي. انت لالي وبس. انا بدي اياكي. أنا سلمتك حالي من الأول بس أنتي ما قدرتيني. بدك ترجعي لي غصب عنك. أنا بحبك. ما حدا رح يقدرك أكثر مني. صديقي وين رايحة؟ خليني أخذك على المستشفى. وقفي ألما لا تهربي مني. الله يخليكي. وقفي. أوعك تمد إيدك علي. أوعك. استعجل معلم. أوعك تضيع أثره. فهميني ليش عم لحق هاي السيارة؟ قولي لي. إذا ما بتزيد حلقك وبتسكت على الآخر بكبك من التاكسي. ها اترك مسافة بيناتكم. لا تخليه ينتبه. أسيل 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 استني دقيقة. اسمعيني شوي بس خليني اشرح لك. مزبوط أنا حاليا عن جد ما بعرف شو ممكن أقول بس بترجاكي ما تروحي. عم ترجاكي. اسمعي تأخرت كتير أركان. أسيل أسيل أسيل. لك ليش هيك؟ ليش؟ زملائنا من مسرح المدينة على عرض بكرة. وأنا دعيت الزملاء من المسرح الشعبي. والله أسيل. مرحبا أسيل. كنتي عند أركان؟ أوعك أوعك تلمسيني. أنت فيكي شي أسيل؟ شو بدك تكملي بلعبة الصديقة ما هيك؟ أسيل ما عم بفهم عليكي. عن شو عم تحكي؟ حاجة تمثلي البراءة. شفت وشكن الحقيقة اتنيناتكن. شو معنات هالحكي أيلول؟ أسيل يمكن أنت متوترة. ما مروح على غرفتي؟ شو بدنا نحكي هلأ؟ بدك تحكي لي قديش انتي وحدة سافلة؟ أنا وثقت فيكي واعتبرتك صديقة. كيف قدرتوا تعملوا فيني هيك؟ انتي وحدة ما عندك ولا أي ذرة أخلاق. لما كنت دير ضهري كنتوا تضحكوا علي وتتمسخروا ما هيك؟ إذا عم تحكي عن حبنا أنا وأركان هذا الشيء انتهى قبل سنين طويلة. الله الله. طيب ليش أنا مالي خبر بهذا التفصيل الصغير؟ أنا ما حكيت لك حتى ما تتضايقي مني. كل اللي صار صار من تحت راسك ما هيك؟ قصص الزواج والحركات اللي خلتيني أعملها كنتي بتعرفي منيح وبتعرفي إنه رح يتضايق مني. برافو حققتي هدفك. هلأ انفصلنا. تقدروا تكملوا حبكن اللي ما كملتوه قد ما بدكن. شو عم بيصير أيلول؟ دي يا أستاذ. أسيل أسيل حكيت اللي عندك وهلأ بدك تسمعيني. مزبوط حبينا بعض أنا وأركان وضلينا سنين طويلة ساكنين بنفس البيت.
لما رجعت من برات البلد وشفتكم مع بعض انصدمت وما صدقت، بس احترمت علاقتكم. حتى للحظة فكرتكم بتحبوا بعضكم، بس كل اللي عشتوه مع بعضكم كانت كذبة كبيرة. بالنسبة لأركان لهلأ أنا موجودة وكان معك لحتى يعبي فراغي وبس. معناتها كان عم يتسلى معي ما هيك؟ أسيل حاولت بعد عن علاقتكم قد ما بقدر، بس كل شي عملته ما خلى أركاني بعد عني. أسيل ما بحبك تتألمي، انتي مالك علاقة بكل اللي صار بيني وبينه. الله لا يوفقكم انتي وياه، انتو مثل بعض بالضبط. شوي إيه؟ بدي روح شوف ألمه وإشي، بعد شوي بخلص درسها. إيه ماشي، هذا هو الحب الحقيقي يا بتحس إنك بدك تبقى جنبها بكل دقيقة. ليه؟ إيه لازم تقضي كل وقت فراغك معها، دللها، البنات بيحبوا الدلال. الزعار ليش مالك شايفة يا بنت؟ خير أنت منيحة؟ شوفي هالخسات شو زراف. ايه شوفي في بازاليا وفاصوليا. تفضلي مدام. قديش هاد؟ 4 ليرات ستي ب4. شو بدكم ليش غاليين كل هالقد؟ هدول طبيعيات بعدين قاطفينهم من الارض تبعنا يا خانوم. اذا من الارض تبعكم لازم يكونوا ارخص من غيرهم، ليش غاليين كل هالقد؟ هاي الاسعار يا خانوم شو سوي؟ ما عجبوني. امشي امي، هدول واضح انه مو طبيعيات، ليش هيك بيكونوا الطبيعيات؟ شوفي كل وحده قد راسي من كتر ما حاطين الهرمونات. هلا ما لقى غير ما يجي يضحك عليه، شوفي لي كانها طالعه من القالب ما شاء الله وعم تلمع مثل المرايه. ورصاص يا سافل يا قليل الادب، انت اهل الصوره فوق يا حيوان يا حمار. لك امي شو فيك؟ بلا شرف يا واطي، والله انت لازم تتبايع. انت بتحب حدا يعمل هيك؟ امشي لك امشي امي، خلي واطي امشي شو مستعجل على حالك. واطي لك امي انت شو شغلك ولا ما بدك فيه على هالشيء؟ لك انت مستغني على حالك لك امي شو هاد؟ كل شيء بتتدخل فيه. خلص شباب حاجته ايه. اجت هاجمتك بعدين انا. معلش ضل لوحدي ايلول، ما فهمت. ممكن تطلعي وتتركيني لوحدي؟ مو بس انت اللي تضايقت، بعدين تخبايت هذا الشيء كان فكرتك. هلا مو وقتها. مثل ما بدك. السيارة وقفت اختي. واقف واقف واقف. يسلموا معلم. يا سلام، الحقير عم بيوصلها على البيت كمان. انا بفرجي لها الحقير. وقفي شوي. لك اتركني سعيد. شو عم يصير يا مين هاي البنت؟ ليش لحقتيها؟ بدي روح اقتلها لهالحقيره. هي مو هديك؟ يعني اللي شفتيها مع ابوكي؟ دقيقه يا انت منين بتعرف؟
حكيتي لي يوم عطيتيني درس بالحياة على الشاطئ، تتذكري؟ ممكن يكون عقلي مو براسي، بس كنت عم اسمعك. ممتاز، بما انك فهمت الشغلة هلا بقدر. شو بدك تعملي نور؟ بدك تروحي تضربيها؟ معقول تعملي هيك عملة؟ هاد مو ذنبها. لا ذنبها. معك حق، مو لوحدها المذنبة. يمكن ما بتعرف انه ابوكي متجوز. معناتها بتعرف مني، خليها تعرف انها ما بتقدر تطلع مع ابي امتى ما بدها. ماشي، بفرض البنت سمعت منك وتركت ابوكي، ابوكي ما رح يلحق بنات تانيات؟ المشكلة مو بالبنت، المشكلة هو زواج امك وابوكي يا حياتي. معك حق، هو عمل كل شيء، هو عم بيخون امي وبيخدعني انه انهي العلاقة. يمكن البنت وحدة غبية، قالها ابي انه مو متجوز وهي حبته وانخدعت فيه لهالحقير الواطي. يمكن. يلا نروح. شكرا منارة البحر، لولاك كان فاق الوحش اللي جواتي ونزلت بالبنت على الفاضي. ما علينا، دخيل هالعيون. بس رح احكي كل شيء لاني، ما رح اسمح له يستهبلها اكثر من هيك، بكفي بقى. مثل ما بدك. اشربي. كأنه ما ضل حدا غيرك يحمي شرف بنات العالم ويدافع عنهم. عجيبي يعني، انتي مرة مريضة بتقعدي ما بتقدري تقومي، بتقومي ما بتقدري تقعدي، وشوفي شو عملتي. انا لسه ما متت، والحمد لله ضميري وقلبي لساتهم مثل الصخر. شو شايفتيني بلا اصل لحتى اعمل حالي مالي خبر وطنش؟ اليوم بيعملها معها، بكره بيعملها معي. حلال عليك يا خالتي. بما انك عم تهنيني ومعجب فيني، هات اعطينا كيلو خيار من عندك. تكرمي يا مدام. المرة الماضية أنت قطعت التذكرة، هالمرة الدور علي. على فكرة كان درس اليوم كتير سهل. رولا؟ نعم. شفتي لي ألمة؟ لا ما كانت بالصف. مستحيل وقت الدرس وصلت على الباب. لا لما دخلت على الصف ما كانت، بس أنا نرجس بالفترة الأخيرة صايرين قريبات كتير من بعضهم. نرجس؟ إيه بدر. شفتي ألمة؟ لا ما إجت اليوم على الدرس. ماشي. الله يلعن الشيطان. وينك انت؟ شو هالشوق اللي عندك؟ لعبت ألف لعبة على الأستاذة، مرة قلت لها بالتواليت ومرة مو هون، بعدين قالت لي جيبه تعال. ما بدي فوت. انت هلأ روحي على البيت وارتاحي شوي والمسا منلتقى. لا سعيد، اليوم بدها تيجي بضاعة جديدة على الماركت، ما بتقدر توضبها لحالك. يلا بقى، هلأ بيشوفك المدير، إذا شافك ما بقدر مشي عليه إنك مريضة. والله إنك بطل لك منارة.
من رامله. مرحبا نور، بدي اسالك عن ألما، معك هي؟ لا، اخر مره شفتها بالحفله، بتكون هلا بالدرس. لك الصبح اجينا سوا بس هلا ما انا هون. بيكون طلع عندها شغل. لا تتلبك فورا ولا تهتم، بس شوفها بتصل فيك. شكرا نور. يلا بدر يلا. طيب اذا ما بدك تدخل قلي مشان انا فوت. ايه تركي وروحي على شغلك. بس يا أمي أنت ما بتقدري تحمليهم لوحدك. وشو شغلتها معلّة؟ هلأ بتنزل وبتساعدني، هلأ بناديلا. يلا أنت يلا لا تتأخري. هدول الفريزات لا يدفع عسو. طيب بنتي الله يسر عليك. يلا عدم المؤاخذة أستاذ صالح، خليتك تستنى على الفاضي. قلت لأمي أني بدي روح على السوق وأصرت إلا بدها تروح معي، ما قدرت أتصل فيك. مو مهم ست ملك، إذا فاضي ممكن نشرب الشاي مع بعض. تأخرت كتير على الشغل، قبل ما أروح على الشغل بدي مر على البنك كمان. مفهوم، بس اللي بدي أقوله مهم كتير، لهيك عم لح عليكي. خير؟ ما بينحكى هيك، لازم نقعد. ماشي، معناتها شو رأيك نتمشى على الشاطئ المسويات؟ طبعاً إذا ما عندك شغل. كون ممنون كتير. شوفك لكان. ماشي، مع السلامة. ناوليني كاسة مي فوراً. محرق قلبي من الشوب. تفضلي أمي. على مهلك. الحمد لله، الله يرحمهم ويعطيك. بدل ما تطلعي فيني فضي هالعرباية، الكرز انخبص تحت البندورة بلا ما يخربوا على الآخر، طالعين ورتبيهم محلهم. أمي بس ممكن نحكي بشغلة؟ يلا أحكي. يلا صار لك يومين وأنت عم تنقي، قولي اللي بدك تقولي بقى. استنيني. ماميشكو، أنا احترامي إلك ما له حدود أبداً. معلا، كانت الشمس راقعة بنص راسي، قولي اللي بدك تقولي واختصري. ليكي أمي، عم قول لو نأجل شغلة الجوازة شوي. وشو السبب؟ يا ماميشكو، الرجال ما منعرفه أبداً، بلكي قاتل متسلسل. بعدين خلينا نعرف ليش طلق مرته الأولية، بلكي صار يضربني. وين كان عقلك كل هالوقت معلا؟ هلأ لحتى إجا على بالك تدللي علينا؟ بعدين هيك نصيب ما بيجي لمين ما كان. كلامه مزبوط وعقله جوات راسه وما في عيب الحمد لله، بس عنده بنت. طيب يعني قلتي لي ما في عيبة، كأنه أنت ما فيكي ولا عيبة. احمدي ربك إنك لقيتي. لك ماميشكو، بس لو نستنى شوي. معلا خرسي ولا بقطع لك لسانك من شرشوها. بس الموضوع بيتعلق بسعادتي معه. حطي عقلك براسك معلا، وإذا بتعملي لك شي دحم رني وتتركيه لقاسم، هالمرة أنا بدي روح أرمي حالي من عالجسر وبربطك على خصري وبسحبك معي. سألتك 40 مرة، لو قلتي لي لا ما كنت فتحت تمي. أنت اللي وافقتي عليه وقلتي بدك إياه، شو لعب ولاد؟ روحي من وشي هلأ أحسن لك، ولا تبهدلينا قدام العالم. بس ماميشكو، أنا ما قلت لك ما بدي، قلت منتعرف على بعضنا شوي كمان، وإلا أنا حبيته لقاسم، يعني عم حاول حبه. حبيتي ولا ما حبيتي ما بيهمني، هذا العرس بده يصير يا معلا. يا الله منك أمي. استغفر الله العظيم يا ربي منك يا معلا.
هاي بطاقتي. قبل كم يوم سألتكن إذا في مجال نزيد الحد الأعلى وخليتوني وقع على كم ورقة، بس بعدين ما حدا حكى معي ولا حدا سأل. ماشي، هلأ منشوف على الشاشة إذا إجا الجواب. طلبك توافق عليه ست ملك وارتفع الحد الأعلى. شكراً كتير لإلك، عزبتك معي. بقدر اسحب فوراً؟ طبعاً بتقدر تسحبي من الصراف اللي برا. شكراً. بالمناسبة في إشارة بالحساب، بكرة آخر يوم للدفع، عندك خبر ما هيك؟ طبعاً بعتولي إياها بالبريد، بكرة بدفع لكم إياها. ما بتفرق ست ملك، بتقدري تدفعيها عن طريق الصراف. ماشي، شكراً كتير لإلك، خاطرك. مع السلامة. شباب ترجعوا لحالكم بالكامل، فكروا وركزوا على الحيوان اللي بيعني لكم أكتر شي، يعني نوعا ما بدكن تطالعوا الحيوان اللي جواتكن لبرا. يلا انتوا جاهزين يا شباب؟ شادي غمضت عيونك بصفتك شادي، بصفتك شو رح تفتحهم؟ خلص خلص اسكتوا، كل واحد فيكم يركز على حاله. شادي الاستاذ نقتك انت قوم. شادي شادي. ايه ازعجتك ما هيك؟ لا لا لا، وين انا يا؟ شايفتك غاطت بالنوم خلال الدرس، بصفتك شوفت؟ أنا دب أستاذي. بس صرنا بالصيف والثبات الشتوي خلص من زمان، لا تخليني عصب، غسل وشك ورجع، تنشط شوي ماشي؟ طيب هلأ بدر. أستاذي ما في بجواتي لا أسد ولا شي، وماني عارفان شو في، لأنه عقلي مو بالدرس. ممكن تسمحي لي أطلع لبرا؟ ماشي طيب، في شي منقدر نعمله لنساعدك؟ لا أستاذي شكرا. ماشي نحن منكمل. طارق